وسهلا. أهلا وسهلا بعلم الفراسة. قال لو العلم بالثريا بيجيبوا أهل الفرس، عندهم هالعلم. هلأ بدنا نحكي اليوم عن العين. بتشوفوا كيف هالعين هي سر كبير وبنوع خاص. عين 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 عين، أكرم الله الإسلام بالعمرين وكلهم بالعين، عبد الله عمر عثمان علي عمر. وينية العين؟ باللغة الأجنبية M W 3 واحد اثنين ثلاثة. هالواحد اثنين ثلاثة هذا الخط، العدد the number of Arabic. هالعلم عند الإمام علي. اليوم بأمريكا للأسف زيحة رح يحكي عن الإجرين، بلشوا يعلموا الكبار والصغار والولاد يلي منحبهم يعلمون يحكوا عربي عربي. عين 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 وعين. ما فيك تعمل هيك وهيك بإجرتك، بس بحرف العين أسرار كتير كبيرة بتحرك كل جسمك، كل جسمك يمين يسار يسار يمين. حرف هالعين مهم كتير، والعين مرآة المؤمن. بتشوفوا هالعينين في كتير ناس يعني ما تخافوا بسمون سان باكو، كلمة بالياباني. هالكلمة معناته عينيك مغربين، بيموت بكير أو بيموت قتل أو حارس، أو عينيك يونغ سان باكو لحني تحت، الطفل بس يخلق هون بيكون. بعدين شمس المعرفة، شمس العلوم، شمس العرب، بيضلوا بنص العين بس يقرب قبل 9 أشهر من ولادة الثاني قبل الموت، بيطلع بمناخيره ما عم شوفه. 9 أشهر 280 يوم وبترجع التراب إلى التراب، والعين وين بدها تروح؟ شو عملنا هلا؟ الشيطان رح سميه، ما رح اقول انسان مجرم، نحن هالشيطان اللي فينا يلي الا عبادك الصالحين ببلش يلعب فينا. هالشيطان بيضرب الكونديشن والكونستيتيوشن. شوفوا 37 يوم عمره هالجنين، ليك كيف عيونه هيك بتكون؟ وبدك تحكيه وتغنجه، ما صرنا اثنين نحن بالبيت، انا حبلي وجوزي. اثنين صرنا ثلاثة، كل يوم بده يحكي ويغنجه البابا ولو كان بعيد بحكي. 50 يوم 98 يوم، 98 يوم صار عنده مناخير، صار عنده تم، صار عنده عينين، بس هيدا كبير كثير. لأنه صار في هون هالبنية منا كثير سليمة بالجنين، بتلاقي واحد إجا كثير في بياض تحت عينه والثاني في البياض فوق عينه. اثنين بيموتوا قتل، ملك فيصل جون كينيدي. هالعين موصولة، انتبهوا، فيها تواصل بالسماوات كلها. الوحيد اللي ما فينا نغيرها بكل جسمنا فينا نغير عمليات التجميل إلا هالببو مرآة. يلي بيعملوا دايناميك ميديتيشن أو الانتفاضة أو الحية صاروا بيعرفوا. أنا كم مرة صارت معي وصرت قبل ما أطلع من البيت بتطلع بالمراية قبل ما أطلع. عادة ما بروح على المراية، أنا بفرش شعراتي أو شيء هيك بضلني طالع. ولكن في مرة فت على قهوة عنا بالأشرفية وحاملة ولد صغير، خبرتكم بيفهم هالولد كتير، وقلت له بالبوليس الله يخليك قطعني. قال لي لا تقولي قطعني، قولي مرقني. قطعني مرقني.
بيفهم بالكلام. البوليس اتطلع فيي تيري راحوا برمي هديني وجابني وين البيت. قلت له انا عم شوف بس ما هون صارت برميت. مرة تانية كمان هون صارت وهو نفسه كان. قعدت اقرا حكاية ميتشو. قال لي طلع بالمراية من هلا ورايح. ليه بتبرو؟ بتكون بحال بتصير سمبك وين او يانج. انا عندي عشق للكتاب، عندي عشق لاوشو، واجا ايوب وزاد هالعشق بالبيت وفيي. ما في حدا بعثت له ايميل يشوف ايوب. مريم يقولوا لي هيدا مميز هالنيال تونس فيه والكرة الأرضية موجودين. هو مريد صوفي لا ينتمي إلى أي دين ولا صلاة ولا صوم ولا عبادة ولا كل عمل عبادة أو إبادة بتجي من هالعين. نعم في أمارة بالسوق إلى راضية مرضية وشفافة. هلا هالعين مثل الدولاب والعزقه. هالعلم اريدولوجيست هي اللي بتشوف هالببو هالبيوبل. بس هيدي البصيره بتكون مفتوحه. ما بقت بصر، البصر جسمي بيمشي بيروح المحل وبيشتري وبيجيب اغراض وبيعمل هيك وبيعمل هيك. بس البصيره يلي فيك بتروح بتشتري بس عم بتراقب رقيب وحسيب على نفسك. انا وعم بمشي قول كلام. في وحده مضايقه كثير قلن دي بير دي فلس. قلت لها طيب انت؟ قالت لي انا بدي اقول بس المسيح ما بدي اذكره. دخيلك يعني هيدا اسلام يعني محمد يعني. قلت لها طيب انا بقول شيء بقلبي وانت قولي شيء بقلبك. هي قالت. قلت لها انا هلا رح اقول انت جربي ما تقولي شيء. انا قلت يا شافي. قالت لي شو هي اللي عم يقرقر ببطني؟ قلت لها ليك يا سمو هيدي عم بقول كلمة من المسيح. أنت مسيحية؟ المسيح منه مسيح، المسيح كوني. قوي طاقة الشفاء اللي فيك. هلا وقت في واحد عم بيحكي وقال محمد شو بيقول الثاني؟ صلى الله عليه وسلم. أنا عم صلي على محمد يا أخوتي. الله والملائكة عم بتصلي وتشكره لأنه مطيع مش قطيع. بس وقت اللي بقول صلى الله عليه وسلم بقلبي في مسلمين بيبقوا او مسيحيه او بالقلب اضعاف مش اضعف اضعاف الايمان اقوى. فاذا ما تخافي هذا مسلم هذا مسيحي هذا يهودي هذا بودي لا بودا بودي ولا محمد محمدي ولا المسيح مسيحي. قولي الكلمه اللي بدك اياها ما زالك مريضه اطلبي طاقه الشفاء اللي فيك تقوى. وقت اللي بتقوى طاقه الشفاء اللي فيكي هي اللي بتقويكي وبتشفيكي. ادعوني يا صجي. المسيح واقف على الباب ما بيدق منه وقح مثل افتحوا الباب بيفوت. واحد راح لعند الحلاق صار يتسير وهو الحلاق. قال له انا ما بصدق في الله. قال له الحلاق مبلا في الله. قال له انا عالم كبير معلم بالجامعه الامريكانيه انت شفت حلاق؟ قال له الله موجود. طلع لبرا لقى في ناس مجويين وقلعطين اجى لعنده قال له في هيك ناس مجويين وقلعطين وفي الله ليش الله ما بيرتبهم وهي؟ قال له مين اجى عند الحلاق انت ولا انا رحت لعندك؟ قال له انا جيت لعندك. قال له يروح عند الله. هيدا حلاق بسيط عم يحكيك طبيعي بسيط. سو هالبساطه موجوده كلها بهالعين. من العين مرآة المؤمن. سيدنا عثمان قال له استحى شاف مرة حلوة تطلع فيها. شو هلا وقت اللي بتشوف بناتنا ما بقى فيك تطلع صاروا بيقرفوا كلهم مثل بعضهم بناتنا وشبابنا وثيابهم والمخزقين والبلاك هول. وقت اللي بتلبسي جينز وبتلبسي جينز مخزق ضربتي صلة الأرحام أنت وياها. بس العرب ما بيقروا، بيقروا كتاب ومجلات هالدعايات وهالدعارات. إن شاء الله تسكر الـ LBC وتسكروا كل هالمحطات. قالوا لي في محطة بدي أشكرك NBN يعني نبيه بري عم بيحطوا مسلسل أو قصة أو سيدنا يوسف. منيح اللي في هالحضرة إيراني مدبلج
ومحطات كل البيئة. حرب استرجي يحطني على برامج من برامجكم، برامج انتم منحطين بس بتسترجوا. مريم انت اللي عندك كل هالعلوم، ليش بلا اخلاق؟ ما عندي اخلاق اجتماعية ابدا، هي اسمها مجاملات. فوتوا على مدرسة العرفين هوم سكولينج، هي كلها بشلوها اول 40 يوم، تاني 40 يوم، تالت 40 يوم، ما في مجاملة. كيف كيف صح استقبل لك، بحبك كثير، بشوفك كل يوم على الجزيرة. اورثو سمباتيك وبارا سمباتيك، كل شيء ذكر وانثى، كل شيء. كل واحد عم بيستعمل ماريوانا، ادر دراجز، اي مخدرات، بيغري بتلاقي العين كبرت، هي الببو. نفس الفكرة عطيوها، كنت موجودة ولا مرة اخذ مخدرات بحياتي هون، قلت لهم بدي اخذ، قالوا لي بس انت ولا مرة، قلت لهم بدي اجرب معكم. اجا هيك مرشد مهم كثير وهو رجل دين، قال لي مريم اخذ لي الانباط، قال لي ما فيني اعطيك، قلت له بس كلكم عم تاخذوا، انا شو بدي اعمل يعني، كنت طبخت وهيك. قالوا جربوا، خلونا اعطوني ال اس دي مدري شو، حبه هيك بلعتها مثلهم، كلهم فاتوا بحال. انا فت على المطبخ سالت ليش، قال لي انت فوق هالطاقه، ما حتاثر فيك. مشان هيك بالقران مرتين حلله ومرة حرمه الماريوانا، وهيك عندي عشق داخلي هيك سكر يعني. مره بالطياره عم بتهز ومن امريكا جايه على لبنان، و بدنا ننزل بباريس، خلص وقال انه اذا قدرنا، اللي عم بيصرخ مين عنده قران؟ هو هذا بايبل وما ادري شو. انا هيك طلعت بالشباك قلت له ليك لا غريق ولا شغله، الطريق انه شغله ما فينا نعملها يعني. قال الكابتن في طاقه من اطفال من كبار من صغار عم تمشي. طبعا ما كنت وحده، مرق واحد هيك وقال انت صلاتك مقبوله، وانت وانت وانت. كيف قدر شاف؟ مثل ما انا بس شفت ايوب مميز، كان هيك نور ساطع بالليل وبالنهار، هيك يمشي تبرق يبرق البيت. كلنا هيك، كل الاطفال، كل واحد اذا كنت بشخره الموت وانت صادق لتكن مشيئتك، الان انت معي. هلا صار مسيح، كان مسيحي صار مسيح، كان عيسى ابن مريم صار عيسى المسيح جيسوس كريست. هيدا كريشنا يلي كل الاكوان يحيي فيك وفيك انطوى العالم الاكبر اذا بتنتبهوا قد ما بنقدر ما ناخذ مخدرات وهيك، حتى المته او الملوخيه الماريوانا كلها فيك تاخذها بري مثل ما قال الامام علي. حط شوية مي وملح وزيت وخل تفاح، هالموقع في اشياء كثيرة، وبتجوا لعندي على البيت مثل ما قلت لكم اهلا وسهلا فيكم. استقبل رجال معه مرته او امه او حدا يساعده، المهم يكون يقدر يمشي، فيني اخذ شخص او اثنين عندي بالبيت. وخبرتكم ليش بدكم تدفعوا، ما في شيء ببلاش بقى، نو مجانا. المبلغ اللي بتحطوه، لو حطيت مليون بحطه ما بيله، بتحط مليار بحطه ما بيله، من عيزتك. بدي اياك انت مثل ما قلت له لمعمار، قلت له ليك يا معمار مالك كله حرام، اذا عندك شيء بقلبك اعطيني اياه، بس انا عندي رغيف حلال بقسمه انا وياك، اشتغلوا بالحلال والله بيرزق، هو الرزق. بس خذوا الحرام وحللوه في سبيل اهل الحرام الذين جاهدوا باموالهم وبانفسهم، بدنا علم ورثه الانبياء. انتم بتعرفوا انجليزي كثير منيح؟ تحكوني 01-33-33-10 أول كلمة بتقلي بحبك كثير بسكر، ما برد، ما بدي مجاملات. بعثوا لي بريد مريم@مريمنور.com، نتواصل بالبريد. وبس يقطعوا البريد في عنا تواصل تاني في سكايب الداخلي، كلنا فينا نشوفها. هلا هون بدنا نشتغل، نفتحها، بس تفتحها يا سارية الجبل.
اجى سيدنا عمر لعن سيدنا علي قال له حكي هلا هيدي وقت اللي بيسكروها امريكا رح تسكرهم كل الميديا تفتح فينا هيديك شوفوا هلا تم تمنا اكبر بكثير مما لازم يكون شفافه رق الفنجان ولازم يكون الانف والتم قد بعضهم الكتف والخصر قد بعضهم الجرين مشيته بتشوفوا الجسم كيف لازم يكون متوازن ديوجين كان هيك الحبيب المسيح كل مستنير وديوجين عريان كلنا حفاة عراة هيك جينا بس العورة انتبهوا لها يلي محطوطة تحت الصرة على اليمين بسموها بلاك هول هالبلاك هول هو موصول بكل التواصل الإلهي بكل كوكب في كعبة كيف أنت عندك مربع هون وهون 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 علم المثمن عند الإمام علي شو ما بدكم سموه ما له اسم برا بابه مدينة هلا صار اسمه واب بلا هالواب ما بتفوت وهالعنكبوتة وخيمت على أقوى المخلوقات بأمر إله ما أنا إلا بشر مثلكم هالتم يلي صار هالقد كبير هيدا باب الموت وكل سنيننا هلا علينا هيك والمازة ومدري شو هيك وهوليوود سمايل فرجوك أوباما كيف كان قبل عملية التجميل ومن بعده يلي جاية هلا بتشوف هالناس كيف كانوا وكيف صاروا صار في عندهم مظاهر ما بقى في ظاهر صار قيمة المرأة بالصرنية اللي بتطرطق فيها وبالكعب العيلة هالكعب اللي عملوه هالصرامة شفتون شو بشعين تيقتلوها وهو ينبز شعراته سرطان بالبروستات العلكة بالطحان عم بيعرف كيف يضربوا الإنسان بمرض يدفع كتير مصاري وهيدي ورق فوتوا بالحق فإذا هالتم هو اللي عم بيحكي عن كل مقام فينا شوفوا شوفوا شعرنا هلأ كلنا بتنفي شعراتها بتعمل حركات من هون ليك شو هالشفة العالية والواطية هلأ عم بيلاقوا في سرطان هون وهون بدودنهم بهالمصران الرفيع اللي بيوصل المصران التقين مع الرفيع في نقطة هنيك هالفصل صار فيها سرطان هالتم هو باب النطق وباب الخلق vertical horizontal انتبهوا يا أنا باكل تعيش أو بعيش تأكل هالمضغة اللسان صار فيه سرطان باللسان بعد سرطان بالقلب ما فيه أفراد ما عرفنا فيهم بس رح ينتشر من بعد السرطان اجت السيدة هلأ سارز إيبولا 5-6 أيام بيموت ما بشي ضمور بالعظام ليه؟ لأنه عم نغير بخلق الله كلنا كانوا يصبغوا بالحنة يعملوا تاتو بحنة يعرفوا شو يكتبوا على جسمهم وما إلى لزوم بس بلشوا يعملوا هيك هالعرب قبيلة مع قبيلة هلأ الدينين شوفوا كيف الدينة بتشبه الجنين وفيها ثلاث زياح جسد فكر روح هالثلاث مسارات القوية هون هن نعم هالسيركوليشن هون هيدا النيرفس سيستم هون هون الدايجستشن مشان هيك بتلاقي الولد بحط ايده هون بدينته ماما في سي هون بالدينة بتجي الماما بتبوسه هون اللي عنده حرارة كان في ميزان حرارة ما بقى عندها شفافية ما بقى هيدا ابنها هيدا ابن المطعمجية مطرح ما بتاكل جابت بويضة طب نولي وهو النطفة الولد ولادنا بيشبهوا المطعمجية ما في علاقة معهم بقى ما في عائلة ما في أم ما في بي ما في أسرة في أسراء أسير كل الجسد هون كلكم إذا بتحطوا هيك من عشية إيديكم هيدي الحجامة الحقيقية بتحطوها هون
تسمعوا هدير موج البحر. في طريقة اسمها ريبيرثينج، ما حدا يعملكم إياها أبدا، أنا الوحيدة وأتحديكم، وما بدي شيء منكم، بقول لكم لمين تعملوا صدقة، إذا بتجوا على لبنان بعملكم جلسة دغري ببيتي في طاقة، بحطك بطريقة تنفس وبتفوت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شو ما شفت اكتشفوا. نعم، هالسر الداخلي فيكم مش برا. بدك تتعرف على الجوهرة، ما بدكم الحجرة، ما بتفرق معكم كم صرمية وكم متياب ووين رحتي وشو لبستي، وانت كنت الشخصية المهمة بهالتعزية، كلهم عم يسلموا عليك. يا عيب الشوم، شو هالحديث السخيف، يا عيب الشوم. منيح اللي فتح تمه رئيس الجمهورية عنا وقال له انتو وصهرك عم تتعبدوا كثير على الدولة. ما كلنا هيك. امين لحود قال لي ما رح يعرفوا انت الا بس اترك. واللي قبلك هيك، جيت مرة من أمريكا رجل القرار، قلت له لمين هي؟ قال إمين لحود رئيس الجمهورية. بعدين رجل الفرار، نقبل فل، جيبوا له فلة، خليه فل، الأول زهرة، خليه زهر، خليه فل. كلنا هيك، ما تتعاطوا أبدا بالسياسة، ولا مدارس، ولا مشافة، ولا دق وطار. الإم إم إس عم تتركب عندي بالبيت، ميشيل حتى عم بيركبها بالبيت، خلص مما يليك. $50 جيب كمية بتشفي 1000 إنسان، مش من المرض، من الإميون سيستم عندك ضعيف، بقوي المنع. درهم وقاية خير من 1000 قنطار علاج. فإذا ننتبهوا الدين مهم كتير، عشان هيك وقت بيقدم ليه لحوهان الخزان، ها 150 سنة بتضل بالقبر هالعظمة. عشان هيك رجعوا إلى حقيقة الإنسان، احترام الميت، دفنه تالت يوم ما بتذكره. الشعر، انتبهوا اليوم اللي عم بيزرعوا شعر، قيمتك بشعراتك. خبرتكم يلي مرة كنت على التلفزيون مرتب ومحترم عم بحكي على الهواء، تلفن شيخ قال أنا ما فيني أحكي أن أنا لست رجل ولا عندي دغن، قال أصحاب الدقن اللي بيحكوا. قلت له لحيتك خرجت من لحية حرمي، دليته وين لحيت حرمي؟ قالت لي ليش دليتي؟ قلت له لأنه بهلي وحماره ميت ما بيعرف وين. فإذا انتبهوا الشعر، ليش أصلع هون؟ ليش أصلع هون؟ ليش أصلع هون؟ هون الرئة، هون القلب والكبد، هون المصارين، هون الكلى، نينيته والمتانة، هيدا جسمك كله براسك. انتبهوا ليش عم تصلعوا، وبعدين بتحطوا شو؟ نزرع شعر. لخيي هيدا عياري، صرت انت عياري انه شعراتك هيك. البشرة the skin، وقت بيقولوا جلدوه بالاسلام، يا عار العالم تروحوا تضربوا هيك، جلدوه غيروا له جلده. بسبعة أيام بيتغير الجلد، ببلش يبق ويستفرغ وتطلع هاي، ولا دواء. بلشوا هلأ أطباء الجلد يقولوا معها حق المرض. بالصيف بصير في كتير عنا شاميات ونشوف بالصيف الشمس تصير تستفرغوا أكتر بيطلعوا. انتبهوا، في نقط لونهم بني، في نقط لونهم أصفر بيربل وجرين، كلها على الجلد. ليش ابنك مخضر اليوم؟ والله ما بعرف شو صار له، بس يخضر عرف انه عم بيموت في سرطان. ليش مصفر هيك؟ شو بيه محمر؟ شو بيه جوزك لونه هيك؟ يا اختي ما نام كل الليل يعدي يشرب وسكي. قال في مره جابوا له وسكي تشرب، قالت له ما فيني ما فيني، بس اشرب وسكي بصيروا اجري. قال لي يرشفوا. قال لي ليش وين؟ قالت له هيك ركبتي اجري بيرشفوا. قال لي كيف يعني بيرشفوا؟ قالت له بصيروا يفرشخوا يرتخوا، الوسكي بتخليها تفرشخ اجريها. انتبهوا، هذا المنخار في سر كثير كبير، الانف ما بيشوف ابعد من منخاره. انتبهوا بس يحمر مره. خيو لجون كينيدي كان جارنا
واجا مرته لبنانية اصلا من بيت رزق. قلت له ما بيطول بيموت. قالوا لي كيف؟ قلت له سريع. جربت حكي، قلت له اذا بتغير اكلك انا ماني بعيده هون يعني بهتم فيك. اللي عارف حالي وهيك مات هو عم بياكل. شوف في سكن البشره منا طري ومنا هيك بنجعلك. واوقات كثير مره غمرت مره هيك انه كنا سوا من 50-60 سنه بالمدرسه، قلت لها شو هي؟ انت من عمري عملتيهم حجار ووجهها كله هيك مشدشد وبزر و... قلت لها ايه حطيت كثير كريم اليوم تطري. هيدا الوجه كل هالنقاط، الكلى، اللانجز، الرئة، الطحال، الكبد، الكلاوة، القلب، الطاقة الجنسية. وين الطاقة الجنسية؟ كلها لا بقى نعرف دحين. مشان هيك ايش حاله بشوير انه انا بضاري. اوقات بس نحس في حادث على الطريق نعمل هيك كلنا، تنضري بالهراكيري. هون بده يجي الموت، الخوف بجيبنا لهون، الاولاد بزقوا تحتهم والماما كمان والبابا وكلنا. تقرا كتاب بسيط مثل هيدا، انتبهوا كلنا يعني. انا اكثر وحده فيكم يعني، جسمي انا هيك هو مسيطر علي، بس بالجماعه في قانون. بعد الساعه 6 ما في مي، ما في مي، كل شيء بيطلع لبرا. الله بيرزقنا تاني يوم، ما بنترك شيء بالبيت. انتبهوا بشفافنا، انتبهوا التم يضل سكرت مكلا ضب شفافك هالشر هيك بإجري ام إلي عنا بالضيعة. نعم كله. مشان هيك وقت اللي بتشوفه بيتوضى وهي شيء بعد ما يصلي ويخلص، انه وقت اللي صلى هي كلها كذبه، لا اجك طاقه نور وكذاب ومنافق. انت عم بتصلي عم بتفكر بهونيك 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 بهونيك، جسديا عم بيصلي لا يتعدى اللسان والاذان. وبذكركم انا ما بنتمي الى اي دين ولا اي شريعه. هو اللي بده يخلصني ورقه نعوه، في فري ويل عملتها لخليل ابو الشواري. قلت له اذا انا هون بموت بلبنان مثل ما عمل خي مرته الي واحد انوك من الي. قال له جيب لي ورقه انه بيك ميت. قال له يا خيي لو بي طيب شيله من التابوت، انا جايبه بالتابوت. قال له بدك ورقه، خدنا ورقه من المستشفى انه بيه لطوني ميت وبعدين امه لطوني ميته وحطهم بس. ماشي؟ فاذا كل واحد منا يكون عنده اي احترام وتعريف. وبنحكي شوي عن الايد، بكره تكون ايدنا ممدوده الى الله.